كل واحد بيختار هيلبس ايه حسب المكان اللي رايحه. يلبس ملابس رياضية لو رايح النادي، ويلبس رسمي لو رايح مقابلة مهمة، يجرب ألوان فاتحة لو خارج الصبح، وكمان بيحاول يلبس أفخم الملابس والحلي لو هيقابل شخص مهم أو لو رايح مكان راقي. يتعب ويلف ويدور، يختار ويصرف وياخد رأي أصحابه. لكن لو رايح رحلة إلى الجنة، مفيش إرهاق ولا تفكير ولا حتى مشاوير. ما هو المؤمن صاحب النعيم في الدنيا تعب كتير، تعب وهو بيجاهد نفسه علشان ياكل ويلبس بالحلال، وتعب أكتر علشان يلبس رداء التقوى اللي هيوصله يلبس أجمل ثياب في الجنة. قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. مؤمن يمكن فكر في مظهره ولبسه وشكله، لكن ما كانش بينسى أهم رداء، رداء التقوى. اتقى ربنا في عباداته ومعاملاته وصلاته، صلاته اللي كانت على النحو اللي يرضي الله عز وجل، وصيامه كان بيتحرى فيه مرضات الله. اتقى ربنا في معاملاته مع خلق الله، رايح من غير مظالم في رقبته. اتقى ربنا في السر والعلن، فكان جزاؤه الجنة ونعيمها، هيعيش ويلبس من خيرها. يمكن في الدنيا كان الذهب والحرير محرم على الرجال وغالي على بعض النساء، لكن في الجنة هيكون لون من ألوان النعيم للرجال والنساء. قال عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ملابس أهل الجنة أرقى من أي ملابس صنعها الإنسان، لكن يا ترى هل هي خلقا تخلق ولا نسجا تنسج؟ ده كان سؤال واحد من الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الإجابة لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. أهل الجنة بيغدوا ثيابهم من الأشجار، يا سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. أهل الجنة كل ملابسهم وحليهم فاخرة، ذهب وفضة، لؤلؤ وحرير من سندس واستبرق. نعيم، نعيم لكل عبد مؤمن صابر على البلاء، صابر على فتن الدنيا. قال عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. لكل عبد صابر أبشر، أبشر بنعيم الجنة. ويبشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به ولم يراه بشجر الطوبة اللي منها هينعم بثياب الجنة. طوبى لمن آمن بي ولم يرني. ويبشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العلماء والعباد، طوبى للعلماء طوبى للعباد. يا بخت كل واحد طلب علم وعلمه العلم النافع في الدنيا اللي بيساعد على إعمار الأرض. يا بخت العباد اللي أخلصوا في عبادة الله. وأخيرا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق من ماله وأمسك الفضل في قوله. فاللهم في الدنيا ألبسنا لباس التقوى والعافية، وفي الآخرة ألبسنا لؤلؤا وحريرا في جنات عالية.